بنية الأذن. تبدأ عملية السمع عندما تلتقط الأذن كل أنواع الأصوات. تدخل الأمواج الصوتية إلى طبلة الأذن، عندها تتأثر الأذن بهذه الاهتزازات، وبالتالي نستطيع تمييز الأصوات. تتكون الأذن من 3 أقسام: الأذن الخارجية، وهي الجزء الذي يلتقط الموجات الصوتية، القسم الثاني، وهي الأذن الوسطى، ويتكون من 3 عظيمات. عندما تلتقط الأذن الخارجية الصوت، ينتقل إلى عظيمات الأذن الوسطى التي تحدث اهتزازات في السائل الموجود في الأذن الداخلية، والتي تؤلف القسم الثالث من الأذن. هذه الاهتزازات ترسل الرسائل السمعية إلى الدماغ، عندها نستطيع سماع الأصوات وتمييزها.